تشكيل حكومة إطارية جديدة بات في متناول اليد بحسب رأي زعماء الميليشيات الذين باتوا بكل صراحة يتوعدون مخالفيهم بالعقوبة والسجن دون اكتراث لتأثير تلك التهديدات على سير تشكيل الحكومة. أول ضحايا الإطار فيما لو تشكلت الحكومة الجديدة هو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي لاقى تهديدا بالسجن من المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري، وعلل العسكري غياب ميليشياته عن ساحة الأحداث بأن الوقت لم يحن بعد لتدخلها، ولكن عندما تتطور الأمور فستدخل الصراع بقوة. وفي هذا تهديد آخر لمقتدى الصدر هذه المرة فيما لو فكر بالتصعيد واللجوء إلى الاحتجاجات والاعتصامات وصولا إلى الصراع المسلح، صراع يوشك أن يندلع مجددا بناء على مؤشرات الواقع الميداني وانعدام الحلول السياسية واستشعار دول غربية بخطورة الوضع الميداني حاليا. ومن قبيل ذلك تحذير مكتب الخارجية البريطانية ودول الكومنولث رعاياها من السفر إلى محافظات العراق عدا كردستان العراق، مبينة أن المعارك قد تشتعل في أي لحظة وقد تستخدم مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة. وبالاستناد على إحاطة المبعوثة الأممية للعراق جنين بلاسخارت حول غياب التوافق السياسي بين القوى، يتضح أن باب التفاوض بين الإطار والتيار الصدري قد أغلق تماما، وأن قوى الإطار اتخذت موقفا أحاديا ونهائيا بتشكيل الحكومة، محذرة كل من يقف في وجه هذا الخيار. فلا مجال بعد الآن للمراوغة والمساومة، فمن يحدد مصير قيادة العملية السياسية هو الأكثر قوة من حيث العدد والعتاد. الكلمة الفصل باتت لرصاص الميليشيات، سواء تلك التي تتبع مقتدى الصدر أو التي تتبع زعماء الإطار بمختلف أسمائهم.